عمرك جربتي العسل في البيت؟ هذا الفيديو ليك. هذا هو العسل اللي كتقلبي عليه، عسل احترافي مع أسرار النجاح بكل تفاصيله وبمقادير مضبوطة 100% بدون تعقيدات، سهل منه ما كاين لجميع المعسلات. لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الأول حتى الأخير باش ينجح معك العسل أكيد. وكالعادة ما تنسوناش من لي لايك للتشجيع فقط، وبالتعليق ديالكم البناءة وبالبرتاج باش تعم فائدة على الجميع. ومرحبا ومية ألف مرحبا بالمشتركين الجدد لأول مرة كينضموا لقناتي، عجبهم أكيد المحتوى مع اليوم، إلي فعلوا جرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصورية. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش أنصليو على النبي عليه أفضل صلاة والسلام، ونبداو بسم الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. اول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا، كنحتاج هنايا لطنجره الضغط اي الكوكوت، وهاد المقادير اللي غادي نعطيكم بالضبط كيعطيونا تقريبا 2 لتر من العسل، تقريبا 1-2 لتر ديال العسل. كنحتاج هنايا السنيده اي السكر الخشن 2 كيلو ديال سنيده، وانتم لكم الاختيار، ممكن تضعفوا المقادير اكثر او ديروا غير كيلو ديال السنيده غتعطيكم لتر ديال العسل. اما اللي درتو هاد المقادير كتعطينا 2 لتر ديال العسل. كناخذ هنايا الطنجره ديال الضغط او الكوكوت، وكنفرغ فيها كل هالكميه ديال 2 كيلو ديال السكر سنيده اي حبيبات. كيف ما يمكن لكم تخدموا بالسكر ديال القالب، يعني القالب ديال السكر غديروا 2 قوالب ديال السكر. عندي هنايا واحد الثوب اللي يكون نظيف او زيف ديال حياتي، الثوب اللي كيكون يعني داك الشفاف، كنوضع فيه هنايا تقريبا 1-2 معالق كبار ديال اتاي حبوب. الا كان عندكم اتاي حبوب شعره غادي ديروا 3 ديال المعالق كبار ديال اتاي حبوب. كان عندكم اتاي حبوب اللي كيكونوا الحبات ديالهم مكركبين غديروا غير 2 معالق، لان هذاك المكركب كيكون كيطلق اللون اكثر. درت هنايا انا غير 2 معالق ديال اتاي حبوب ومعلقه كبيره ديال الزعتر. الزعتر كينسم لينا هاد العسل، كيجي منسم رائع جدا. كيف ما يمكن لينا نخدموا به معسلات وندهنوا به حتى الرغيفات او ندهنوا به حتى البغرير، لهذا كندير فيه شويه ديال الزعتر ولكم الاختيار. بالنسبه للناس اللي كيضيفوا العسل القرفه، كنقول لهم يعني من الاحسن ما نديروش القرفه الا كنا غادي نستعملوا هاد العسل في الحلويات في الشباكيه او في المقروط بلا ما نديروا القرفه، لان ملي كنديروا القرفه في العسل ما كتبقاش قابطه لينا في الحلويات او في المعسلات ديالنا او الكريوش او الشباكيه، ما كيبقاش لينا العسل قابط. كيف ما كتشاهدوا معايا، درت 2 معالق ديال اتاي حبوب ودرت معلقه ديال الزعتر في هاد الكميميسه وربطتها مزيان مزيان، وكنضيف ليهم كذلك واحد حبه ديال الحامض او حبه ديال البرتقال. ممكن ديروا الحامض والبرتقال او ديروا غير الحامض. بالنسبه للدور ديال الحامض، ما كيخليش لينا هاد العسل ديالنا يتسكر من بعد مده طويله، يعني هاد العسل ممكن تحتفظي به حتى لمده سنه كيبقى كيف ما هو. يعني هذه هي الاضافه اللي كنضيفوا للحامض، هذه هي الفعاليه ديالو بالنسبه للعسل، ما كيخليش لينا يتحجر او يتسكر. كندير هنايا حبه حامضه اللي تكون شويه لا باس بها كبيره، كنقطعها الدوائر، وممكن كيف ما قلت لكم نضيفوا حتى حبه ديال البرتقال الا بغينا نسموه بنكهه البرتقال وما ضفناش اكيد الزعتر. انا دابا درت الزعتر ما درتش البرتقال، درت غير الحامض. بالنسبه للكميه ديال الماء، عندي هنايا 2 لتر ديال الماء، 2 كيلو السكر 2 لتر ديال الماء. كذلك الا درنا القالب ديال السكر غنديروا 2 قوالب ديال السكر و2 لتر ديال الماء. هاد المقادير مضبوطين، عمري ما بدلتهم، وكندرج معكم هاد النوعيه ديال العسل بالتمام والكمام في العام السابق، يعني ما كنبدلوش نهائيا، غير كل عام كنزيدو نشرحو على جميع التساؤلات ديالكم ونعطيكم اكثر ديال التفسير باش ينجح معكم اكيد. كيف ما كتشاهدوا معايا، درت السكر ودرت الماء وكنحركو، الا كان عندنا الوقت نخليوه يبات حتى ليله كامله في الماء والسكر بلا ما نديروه على النار. ما عندناش الوقت، غادي نخليه تقريبا واحد الساعه او ساعتين حتى كيذوب لينا داك السكر تماما مع الماء. ما نشدوش السكر والماء ونديروه مباشره على النار، يعني غير نضيفوا السكر ونضيفوا الماء ونديروه مباشره على النار. العسل ديالنا كيجينا مسكر، ضروري ما نخليوه اقل مده واحد ساعتين حتى كيذوب لينا داك السكر تماما في الماء. كنسد على الطنجره ديالي، يعني خدمناه في الطنجره ديال الضغط اي الكوكوت، كنسد عليها وكندير الصفاره، يعني كنسد عليها وكندير الصفاره، وغنوضعو على نار متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش مهيله، نار متوسطه. منين غادي نوضع الكوكوت ديالي على النار، غادي نحسب
30 دقيقه نص ساعه. وقتاش غنحسب 30 دقيقه اي نص ساعه؟ حتى تبدا تصفر ليا الكوكوت. ما نحسبش منين وضعها في النار، نحسب منين بدا نسمع الصفاره كتصفر. من تما غادي نحسب 30 دقيقه اي نص ساعه على نار متوسطه. نتمنى الصوره تكون واضحه والشرح ديالي يكون واضحه، ونجاوب على جميع التساؤلات ديالكم باش ينجح معكم العسل. اكيد انا غادي نوضع الكوكوت ديالي على النار اللي تكون متوسطه، ومجرد ما كنسمع الكوكوت يعني بدات كتصفر الصفاره، غادي نحسب من تما 30 دقيقه اي نص ساعه. من بعد ما دازت 30 دقيقه اي نص ساعه، كنطفي عليه النار، كنحيد طبيعه الحال الصفاره حتى كيتفرغ من هذاك الهواء، وغادي نحل الكوكوت ديالي. وهذا هو اللون وهو القوام بعد ما كدوز 30 دقيقه من بعد ما كتصفر الصفار، يعني كتصفر وكنخلي 30 دقيقه. كنعاود نكرر وكنعاود ناكد عليكم، حتى كتصفر الصفاره وكنحسب لها 30 دقيقه كنحل الكوكوط. هذا هو اللون اللي كنحصل عليه، وهذا هو القوام، يعني راه باقي خفيف وباقي ما نضش. في هذه الاثناء هذه كنخلي النار كما هي متوسطه، ماشي مجهده وماشي مهيله، وكنخليه تقريبا من 30 دقيقه اي نص ساعه اخرى حتى ل 45 دقيقه على حسب النار ديالكم اللي عندكم في الفرن. طبيعه الحال كنخليه يغلى تقريبا من 30 حتى ل 45 دقيقه على نار متوسطه، وما نغطيش عليه، يعني كنبقى معريه عليه وكنخليه يغلى ويطيب حتى كيتبدل اللون ديالو، حتى كنحصل على هذا القوام هذا، يعني على هذا اللون هذا. وحتى داك الشرائح ديال الحامض تيبانوا لنا بانهم قصاحوا وتبدل اللون ديالهم. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحصل على هذا اللون هذا وعلى هذا القوام هذا، كيبان لكم بانه راه خفيف. بطبيعه الحال ما غنتسناوش العسل يتقال لينا في الطنجره، سينو غادي منين غادي يتقالنا في الطنجره ملي غنحيدو غيولي يعني بحال الزاج. ضروري من نركزوا على المده الزمنيه، راه هي اللي كتعطينا نجاح ديال العسل. 30 دقيقه في النوبه الاولى ملي كتصفر لينا الكوكوت، وكنخليوه كنعريو عليه وكنخليوه بنفس درجه الحراره اللي طيبنا عليها في الاول لمده من نص ساعه حتى لساعه الا ربع. كيف ما كتشاهدوا معايا كيف كيكون خفيف، هذا هو القوام ديالو. كنخليه حتى كيبرد ليا تماما، او كندخلو للثلاجه، او كنخليه ليله كامله. انا خليته ليله كامله فوق سطح العمل، لان دابا الجو بارد، خليته ليله كامله فوق سطح العمل. طبيعه الحال حيد داك الشرائح ديال الحامض وخليته ليله كامله فوق سطح العمل. من بعد ما دازت ليله كامله، هذا هو القوام اللي كنحصل عليه، تيكون قابض في راسو وسهل منه ما كاين بدون تعقيدات. غير اكدوا على المده الزمنيه والمقادير، راهم مضبوطين، وانا متاكده غادي ينجح معاك سيدتي الجميع انواع ديال المعسلات، وكيبقى قابض فيهم. غتجربي هذه الوصفه وانا متاكده غترحميني وغتشكريني عليها. شكرا لكم للمتابعه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، وما تنساوناش من اللايكات للتشجيع فقط. ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه الصويريه.